قوة مشاة إسرائيلية تحترق في مركبة، اشتباكات برية تحتدم، حزب الله يناور العدو في بلدة شمع الجنوبية، وأخبار صعبة ينقلها إعلام العدو، عمليات نوعية وقواعد عسكرية تحت النار في حيفا، ومسار المفاوضات رهن الميدان. كيف هو المشهد اليوم وما هي آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟ يواصل مجاهدو المقاومة الإسلامية تصديهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويكبدون جيش العدو خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية، وصولا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة. وفي هذا السياق نشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة تحت عنوان تل أبيب تحترق، كما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا قرب بلدة مركبة في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنه أوقع أفرادا من هذه القوات بين قتيل وجريح. وقال حزب الله في بيان أن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، ولدى وصول قوات مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات تم استهدافها بصاروخ موجه ثان أوقع فيهم إصابات مؤكدة، قبل أن تحاول قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها مقاتلو الحزب بصاروخ موجه ثالث وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رامات ديفيد، وهي قاعدة جوية رئيسية في الشمال وتضم أسرابا قتالية حربية وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كيلومترا جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة. كما أسقطت الدفاعات الجوية للمقاومة طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمس 450 في أجواء بلدة طيبة بصاروخ أرض جو وشوهدت تحترق. وشن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية أيضا على قاعدة بيت ليد، قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للوائي الناحل والمظلين، بعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كيلومترا شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة. ماذا عن فلسطين؟ تتصدى المقاومة في مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الثاني لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، والتي دفعت بجرافات عسكرية إلى المنطقة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين مواصلة تصديها لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة، حيث تستخدم قوات المشاة والأليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. كما تمكن مقاتلو الكتيبة في وحدة الهندسة في ساعات الفجر الأولى من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا بجرافة عسكرية من نوع D9 في محور النسيم، محققين إصابات مباشرة. وعلى وقع الاقتحامات أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء مدينة جنين والقرى المحيطة بها. كذلك تمكن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس من استهداف حاجز جبار العسكري ومعبر الطيبة بالأسلحة الرشاشة، وعادوا إلى قواعدهم بسلام. وأكدت كتائب الأقصى أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وضمن معركة طوفان الأقصى.